حول هذا الموضوع معنا في مركز الأخبار الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الجنيد. بداية أرحب بك أستاذ عبد الله. ازدواجية السياسة القطرية في التعامل مع مملكة البحرين بات جليا وواضحا من خلال المكالمة التي جرت طبعا بين مستشار أمير دولة قطر وقيادي في حزبة الدعوة الإرهابي. كيف نفسر هذه الازدواجية؟ قطر لديها مشروعها الخاص أو تنتمي إلى مشروع يحدد مكانتها بمستوى الجهد في هذا المشروع. نعم. وهي ذات طموح يتجاوز يعني حجمها الجغرافي والسياسي وحتى الاقتصادي. فلذلك قطر مثلت الحساب المصرفي الذي من خلاله يعني مولت الكثير من هذا الجهد الذي حدث من يعني من 2004 إلى الآن. ونجد كذلك أنها من خلال يعني صلة القربة بالبحرين استطاعت الولوج وتنفيذ الكثير من ما تم الكشف عنه، وهو ليس أكثر من قمة جبل جليد، وهناك تأكيدات أن سيتم الكشف عن الكثير الكثير مما تواطأت فيه قطر على أمن وسلامة المنطقة. نعم، تحدثت عن الطموح القطري الذي كانت تطمح إليه قطر بالرغم من قلة يعني الجغرافيا والاقتصاد، الطموح الجغرافي الاقتصادي. ما وراء هذا الطموح؟ ماذا كانت تهدف قطر من وراء هذا الطموح؟ لماذا لم تكتفي بالمنظومة الخليجية وبالتعاون الخليجي؟ حسب الأيديولوجيا التي تقوم الآن يجب مراجعة أين تقع قطر الدولة وقطر الإرادة الوطنية. قطر الدولة أو القيادة السياسية قادرة منطق الإرادة الوطنية، وهي تخدم الأيديولوجيا، وهي أيديولوجية أو المشروع السياسي للإخوان المسلمين. نعم. هذا المشروع قام على تحقيق مشروع الأمة أساسا، الأمة الإسلامية، وإطلاق مشروع الخلافة من جديد. ومن هنا يأتي التوائم في الرؤية بين موقع الأمير الوالد أو الأمير الحالي في معادلة من هو إمام هذه الأمة. نعم. بعد كل هذا طبعا توقعاتك بأن قطر سوف تراجع سياساتها بعيدا عن المكابرة والتعنت. يا سيدتي، قبل حوالي أسبوعين بث شريط قصير للأمير خالد الفيصل، جاء فيه وصية من المغفور للملك فيصل حق الأمير خالد الفيصل، يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وإن غضبت لا ترضى. على ما أعتقد خيارات قطر واضحة، هي إما العودة إلى المسار الخليجي العربي الواضح، وإلا تحمل عقب يعني عواقب تلك المواقف. نعم، ولكن اليوم قطر تدعي بأن هناك حصار، تدعي من خلال المكابرة والعناد. هناك الكثير من، ما زالت قناة الجزيرة تبث سمومها، ما زالت هناك الكثير من السياسات لم تتراجع قطر. ولكن إن لو أرادت قطر أن تعود مرة أخرى، ما هي أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذها؟ أولا لنعود إلى معطية الحصار أو تسويق المظلومية من خلال الحصار. الجانب الإنساني، وهو يتناول الجانب الإنساني في الاتصال الطبيعي، أي المصاهرة وما غير ذلك، الدخول القطريين لأداء المناسك الروحية. نعم. هذه لا يخضع لقانون القطع للعلاقات السياسية. الغذاء والدواء لا يخضع لقانون إغلاق المعبر الحدودي. هذه الاستثناءات قائمة، وهي استتبعت بذلك القرار عندما أعلن قرار قطع العلاقات السياسية. الآن عملية التسويق لتلك المظلومية أو الادعاء بالحصار، من هو محاصر لا يستطيع جلب 4000 أعزك الله بقرة. نعم. جوا. ولو نتكلم ما هي السياسات التي أو الإجراءات التي يجب أن تقوم بها قطر للعودة مرة أخرى؟ أولا المشروع الآن المطروح، وهو لضمان إعادة الاستقرار للمنطقة
قطر وضعت نفسها في خانة. هي من يهدد أو يستثمر في استدامة عدم الاستقرار. ما هو مطلوب؟ أولا اتخاذ كل الإجراءات التي ذات الصلة في كل ما تعهدت به في الرياض في 2013 و2014. أولا الإخراج كل ما تمثله هاي التنظيمات الإرهابية أو